شو يعني السيدة محمد؟ أفضل أفضل إنسان مرق على وجه الكرة الأرضية بهالوضع. يا ريته يا ريته بعده عايش. كل شيء هو بيعنيني، كل شيء كل شيء هو. هذا رجال نادر بالتاريخ، هذا رجال من القلب، أنا بحبه. رحمك الله يا سيد. يعني أنا عندي عشق للسيد محمد، عشق عشق. شو بقى سيدنا وحبيبنا وتاج راسنا ونظلم. السيد محمد حسين رحمه الله شخصية ما بتتكرر. هذا السيد محمد حسين فضل الله، هيدا المقاومة الحقيقية، هيدا من كبار رجالات الدين مش بس في لبنان بالعالم. هيدا أكبر خسارة خسرته لبنان. شو بدي بعد أتأمل؟ فكرة وحيدة الله بكيتني. أنا بعرف هلأ الذكرى الثانوية لأني اليوم الناس لأن مش ماشي على الخط الصحيح، خط الإسلام الصحيح، منا ماشي الناس. لا هو عم يعي لإله، وهو ربي عز وجل أكيد حيجازيه بالخير. كتير بحاجة بالأخص بهالأيام اللي نحن فيها، بحاجة لكل إنسان مثل هالشخصية. نحن أكتر أيام حاجة لإله، بالأخص بالنسبة للنعرات الطائفية اللي عم بتصير، لأنه هو كان ضل يقول اتركوا الحقد على جنب، بعدوا عن الحقد، تعالوا نعيش كلنا سوا. مين هلا بده يعيشوا كلنا سوا؟ وصلنا لمرحلة عم نبوس الأرض اللي كان يمشي عليها السيد. لبنان هيك بده شخص مثل هذا بهالظروف نحن فيها. ما هذا سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا وروحنا، ما بقى ينوجد مثلهم على الأرض، ما بقى في مثلهم. إن شاء الله بجنان الملك، إن شاء الله إنسان افتقدنا له خاصة بهذه الأيام نحن فيها. بصدقه بمعاملته بطريقة عمله ما في مثله خير، ما في. سيد من النوع اللي ما بيميز لا بين السني والشيعي والمسيحي، يعني مستقيم دغري مع الناس، يعني ما عنده تفرق لا بين هذا ولا هذا. بعده بقلبنا وما ذهب عننا دقيقة واحدة، بعده بقلبنا وبروحنا وبعقلنا نحن مش بس بحاجة له، نحن نعتبره انه هو مستمر بالحياة من خلال الفكر تبعه. بس للأسف نحن عم نعيش بالزمن هلا الفكر ما له قيمة، نحن شعب جاهل وهو الطربوني تبعت الناس اللي بتقرأ واللي بتفكر. هذا إنسان مر بفترة من الزمن أعطى للدين ما حمل من علم، نقله من نجف الأشرف إلى لبنان. إذا بتراجع من الأساس من أول ما بلش كان الهدف هو العيش المشترك ما بين كل الطوائف والأديان، هيدا كله موجود ومسجل. نحن بأمس الحاجة للسيد بخاصة بهالأيام العصيبة، لأن هو كان ينادي دايما الفقراء ثم الفقراء ثم الفقراء. اللي عند السيد ما موجود على وجه الدنيا بصراحة. أنا بعتبر كدبي للناس كلها، بالنسبة لإلي أنا كدبي لإلي. السيد محمد يعني أمة في رجل. السيد قائد كان وهلأ ولمن يزل ولا ولد 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 ولدنا قائد الأمة. قد ما قلت ما في، يعني ما في أوصفه، قد ما وصفته ما بيكفي، قد ما عبرت قد ما حكيت عن إنسانيته وعن طيبته وعن إيمانه ما بيكفي. إنسان الله يرحمه بكفي النور اللي على وشه. رجل الأمة، ولي من أوليها الله اللي الله أكرمنا فيه، سيد العيش المشترك. نتمنى أنه كان معانا بعض، نتمنى من كل قلب، رمز التعايش والمحبة. دعانه رمز، رمز أرزي 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 من أرزات دعانه. الإيمان القوي، مخافي من رب العالمين، والمحبة للناس. السيد محمد حسين فضل الله هو القيم، هو الإنسانية،
هو يروح الله على الأرض.